احنا من العراق من الفلوجة، صار لنا 7 سنوات هنا بأريحة، عايشين حالنا حال السوريين وعايشين على المنظمات، مرات ينطونا ومرات ما ينطونا. نريد لنا مرجعية انه احنا نتصل بها بالعراق، ما عندنا المنت وين تروح. بعدين بالاخير هسه يعني تقريبا شبه انه جتنا معلومات انه اكو مكتب مال هيئه علماء المسلمين موجود بادلب، واتصلنا بهم وبارك الله بكم جيتكم علينا. الله يحفظك يا رب. الله يبارك. كيف الوضع بعد الزلزال؟ بعد الزلزال والله امور الحياه تعبت والله، يعني عندنا شقق احنا وشقق والله اني طابق رابع، يعني بالاخص اني طابق رابع وشقه مالتي تشققت. زين جبنا عليها مهندسين شيكوها قالوا هاي ما تصلح السكن. نزلنا جوا هسه نصبنا هاي الخيام وقعدنا، العراقيين كلها هسه كلها نزلت من الشقق مالتها ونزلت بالخيام. ما جانا لا دعم ولا جانا شيء ولا حد راجعنا ولا كل شيء، قاعدين بالخيام وساكتين. كحكومة عراقية أو مسؤولين عراقيين ما تواصلوا معكم مساعدة؟ ما تواصل ويانا أي مسؤول عراقي، ولا شفنا كل عراقي، ولا حد جانا ولا حد دعا بينا ولا حد اتصل بينا. ما حاولت التواصل مع الحكومة العراقية أو المسؤولين العراقيين أو جهات عراقية؟ ما حد قاعد يتقبل اي طلب من عندنا، ما حد يسمع كلامنا، ما حد يسمع حكينا. شو السبب؟ ما نعرف سبب شنو، ما نعرف. هم حايرين مشاكلهم هم، احنا عايفين على صح مو بس علينا. عراقيين؟ شلون؟ مانكم عراقيين؟ والله عراقيين واعتزب عراقيتنا، بس ما حد جانا، ما حد اتصل بينا. ولا عراقيتنا احنا عراقيين ووطنيين، يعني احنا من من من, من قادة الدولة اللي موجودين احنا بالعراق. زين؟ بس ها هي نحتسب على الله وما عدا قال رب العالمين مشكلة المشتكى لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر قناة الرافدين على هذا الاهتمام بنا، لان صراحه احنا شبه معدومين، يعني صراحه يعني نحن العراقيين معدومين يعني غير عالم، يعني الصراحه يعني ونحن نعاني قبل الزلزال، الصراحه معاناتنا هذه قبل الزلزال وليس بعد الزلزال، قبل الزلزال معاناتنا يعني يعني حتى مثلا ادنى حاله بس تمطر الدنيا، العالم تقول يعني المفروض احنا ندعي الله سبحانه وتعالى ان ينزل الخير، يعني المطر العالم تقول ان شاء الله ما ينزل مطر على ما نغرق. والله غرقنا هاي كل العالم، هاي غرقت كلها، غرقنا يعني بالمي بهدله، يعني حتى يعني الوصول للاغاثه هنا صعبه. ليش؟ لان ما بعرف، لان العراقيين شغله الاهتمام قليله جدا، قليله يعني حتى من المنظمات او شيء، يعني قليله جدا، قليل الدعم علينا، ما في دعم على المنسيين الصراحه، من المنسيين يعني. وانت شفت قدامك يعني هاي الاطفال امراض كوليرا وغيرها، جدا جدا يعني عم نعاني، والله نعاني صراحه يعني. جيت أرد أطلع على الشي اسمه، شفت صار الهبط وهالشي، انهزمت بجهالي، ما عندي أحد، الكبار واللي راحوا بالهذا، وظليت أنا قلت لهم تعبت أنا أطلع على هاي شي اسمه. والله وجيت وهذا أبو اللي عبرنا ما عبرنا من جهال، وحتى مصارينا جبناها راحت، وظلينا عاد إحنا هنا الحمد لله على أنت وغيرك وغيرك هتمتنا، يا الحمد لله عشنا وهسرين من الله منكم. ها هي تردون تنطون، خلف الله عليكم ما تنطون. يا حجي كم يتيم عندك هون؟ قلت لك بي أنا 13، هذا ابن أختي علي، بي أنا يعني هم ونسوانهم وجهالهم 13 نفر، والله ما عد لك إلا صحيح وهذا واحد ويانا. والله انا صار الزلزال طلعتم الما نكوم، وانا واحد ابن حلال طلعت حطني على كتافه، عبالك امه الله ريته مال وابني حطه على كتاف
شأنه حطني على شو اسمه يا شكل وجاب شو اسمه حرمه وحطه فوقاي ما عرفوا الله دزوا علي وهذوك طلعوا وقالوا هم دي سواويهم جو هسه لو تشوف البيت خلي من اختي ياخذكم عليه وشوفوا شنو مكوم تكوم علينا بس الله سبحان الله تقول واحد ووخروا وخلاه مي عليهم بيدي يريدون يموتون انا شنو بيدي بيد الله مو والله طب وهلا رجيتي لهون على المخيم انت والاطفال ظلينا بالماي والماي يردج علينا الماء اهل الرحم انطونا خيمه وقعدنا بيه وقعدنا بالخيمة أهل الرحم مثلك ومثال وانطونا خيمة وقعدنا به المعاد مثل أنت مثل غيرك اللي طيب يا خالتي إيش أكثر هنا احتياجات خصوصا أنت عم تقولي أنه عندك أطفال أيتام والله. ما في معيل أكيد إي والله ما مصاري مثل مواد غذائية هاي إيش نريد ولا بس هاي إذا الله هاي ما أريد كل شيء عندكم خيم كافية والله عندنا خيمتين واحنا 13 شفت يريد لنا مطبخ شو اسمه اللي تريدون تنطونا خيمه خلف الله عليكم ايه ما تنطونهم خلف الله عليكم والله لو قعد مثل قرني الله يجيب نعمه الله بس الله يستر علي ستر اريد ها وجنيني الله شو اسمه يستر عليهم دنيا اخره والله شايليني شوف ايدي تخطبوا شو اسمه والله الحمد لله بنات حلال والله شايليني شايلين هالجهال وهاي كيف اجيت من العراق لهون؟ قلت لك كيف جيت صار طيارات تضرب انهزمت قلت هذول تاموا وين يروحون؟ جيبوا يا ولد روح لتركيا عندي دفايات عندي مصاري عندي شيء بالاول جبته والله ابو شو اسمه شال واقف 17 ورقة أنتم تسموها هذه 100 دولار إيه شالة وباقة وردنا لأن يقول ماكو عبرية رحنا صحيح ماكو الناس تقعوا ناس تسوي ظلينا قاعدين والله أهل أنت وغيرك وهذا طيب كيف هلأ كيف عم تربي الأيتام الحمد لله لو يأكلون خبز أربيهم هاي ذاته الكريم والله بالزنين الحمد لله ما يقولوا لي هلا حطوا قدامه ما يقولوا لي وانا صلوات الايتام كارسين يعني ما يقولون شرير ومرض يحفظون القران صلوات وعلى صدورهم ويقرون بالقران ويروحون يجون الحمد لله احمد الله واشكره ما طول سنين ولد حلال الحمد لله والنسوان خوش نسوان يعني يقرون جهالهم ويسوون ما يطلعون من الخيمه تعرف انت الله ساتر علينا والحمد لله يا موصل يا عذي يوم كل ورد بيها ودرة وجبوها العفن هيهات ينطيها وجو علينا محزمين وضربونا بالطيارات ورمونا رمية الكلاب حاشاك. والله رمونا رمية الكلاب مشينا درب ما حد يندل بيه إلا واحد أحد يندل بيه ومشينا بلية إلا هدم اللابسي احنا مهجرين من العراق نسكن منطقة أريحة منطقة أريحة تكون جنوب أدلب يعني الضرر اللي صار بيها يعني مو انه نسبة 100% لكن هي اصلا تعبانة يعني ببناياتها قديمة منهكة بناء طور قديم مو جديد فاضطرينا انه نعمل هذا المخيم او نقول مركز ايواء
فمركز الإيواء اللي صار يعني ما لقينا به أي دعم، إنه هاي الخيم اشتريناها إحنا على حسابنا وسكننا بيها قريبة على بيوتنا حتى نستفاد إنه بالقرب لدخول الخيمة أو بالنسبة للأطفال للمدارس، وهذا الحال اللي إحنا به. خدمات ما في المخيم، قلت لك يعني إنه الخيم على عاتقنا، ما حد زار المخيم يعني لا إعلام ولا منظمات، فما تلقى هذا المخيم أي دعم. طب بالنسبة للموضوع التعليم للأطفال؟ موضوع التعليم بالنسبة للأطفال عندنا قسمين من الأطفال، الأطفال اللي إجوا يعني شلون تقول أعمارهم صغيرة استقبلوهم بالمدارس، أما اللي أعمارهم من 12 و15 14 فطالبوهم باعتبار أنهم مكملين سادس، نريد شهادة السادس. فهاي منين نجيب شهادة السادس؟ من العراق، وإحنا طالعين تهجير من العراق، يعني أنا ما دخلنا سوريا نظامي. فتركوا المدارس، وحاليا اللي يشتغل واللي بارك في البيت، ويعني شلون تقول مستقبلهم ضاع اغلب الاطفال. اما اللي نشا هنا وسجل كصف اول ودرج ومشى، في صعوبه بالتعليم، يا كنا استوعبنا الموقف انه يعني تعايشوا الاطفال تعايشوا مع الوضع الاجتماعي الموجود. وهنا بالنسبه لاخواننا السوريين ما قصروا ويانا يعني بشيء، لكن هو سوريا بلد منهك، يعني ما وصلوا الاستطاعة الكاملة لظروفهم اللي هم بيها، ظروف الحرب. طيب كيف تحس استقبال رمضان بالخيام؟ والله استقبال رمضان صعب، يعني معاناة بالنسبة للخيام. يعني قبل كم يوم شهدنا أمطار ورعود وعواصف، الخيام تطارت، واللي يعني معاناة، يعني مأساة صعبة. وتدري اللي عندنا أطفال، وإحنا أطفالنا ما شاء الله يعني كل واحد عنده 4 أطفال 5 أطفال 10 أطفال، يعني عوائل ضخمة. استوعبنا الموقف على استطاعتنا، وهذا وضع المخيم اللي أنت تشوفه بعينك. الله يسلمك. في إحصائيات دقيقة للعوائل هون عندك بالمخيم؟ بالنسبة للعوائل اللي بالمخيم، العوائل في أريحة من 35 إلى 40 عائلة، أما اللي حاليا بهذا المكان يعني 20 عائلة مقسمين. طبعا في ملعب أريحة، في من خيم، وفي وصار الوضع ما مختص بالعراقيين، يعني الناس أصبحت كلها سواسية، فتقسموا كل من حسب قرب المنزل ماله. صارت ممكن مكان الخيمة مركز الإيواء يكون قريب لازم على السكن. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن شحوا علي كرام. أنت ما قدرت تدرس صح؟ ما قدرت بسبب أنه تهجرنا من العراق، فطلعنا بدون إثباتات كدراسية. من جينا هنا طلبوا من عندنا الإثباتات تسلسل دراسي، فما عندنا هذا الإثبات، وبالتالي ما دخلنا المدارس، يعني وخصوصا اللي بعمري أنا. بتحس أنك تنزعج أو كتير؟ والله يعني واحد مستقبله ضاع. يعني أبسط حقوق التعليم هو انحرم من عنده، فمستقبل مظلم صراحة، وخصوصا أنه يعني سوريا بدون أي دعم من العراق أو من المجتمع اللي كنا فيه. شو بتتذكر بالعراق؟ إيش تتذكر عن من العراق؟ نتذكر يعني المدينة اللي كنا عايشين بيها، الأيام يعني الطفولة اللي الصراحة نحن لها بشكل كبير، يعني الغربة مثل ما بيقولوا كربة، يعني ف كثير يجينا حنين للعراق وللواقع اللي كنا عايشين هناك. ف الله كريم. بس تتمنى ترجع؟ بتتمنى ترجع كثير؟ والله نتمنى انه نرجع للعراق، يعني نرجع نعيش حياتنا، نرجع لوطننا، للشعب، للمجتمع اللي عشنا بيه وكبرنا بيه. ما هسه غربة، يعني ما في احد يعني من اقاربنا او غريب. أصدقائك اللي كانوا بالمدرسة عندك أصدقاء لسه بالعراق؟ موجودين، ولكن ما في تواصل، يعني بسبب أنه طلعنا من البلد وتغربنا، فماكو اتصال بيناتهم.
احنا نزحنا لسوريا، يعني ماكو معاناة ولا ماكو مساعدات ولا العيشة صعبة، واني زوجي معاق واولادي عندي 2 معاقين، وعشنا ويا الشعب السوري والعيشة صعبة كثير صعبة، ويعني نعاني من المساعدات، ما في مساعدات لنا خالصين، والعيشة صعبة والله، ما في لا شغل ولا، واني غايمة بالعائلة، انا زوجي معاق وانا اللي غايمة بواجب عائلتي، وما اقدر يعني انا مرة ماكو شغل، المرة ما لها شغل، شغل ضعيف، يعني ايش تشتغل المرة؟ هو زلمة ما يلقى شغل تاع المرة، والحمد لله على كل حال. كيف كان حالكم بالعراق؟ والله كان حالنا منيح كثير والله، كان توب، بس من جينا هنا ذلينا والله، صارت العيشة مذلة والله، والله هم يعني اللي مثلا يجون اللي يعرفون حالنا يعني مثلا يساعدونا اهل المدارس، يساعدون اولادي. ويشتغلون بسوق هالمرات، بس يعني شيء يطلع الجاي، يعني يروح عمري 14 سنة عمر ابني الكبير يطلع له 15 ليرة، 11 ليرات، مرات 6 ليرات، مرات 7، يعني مو سوا. نعاني يعني الخامة، يعني صعبة عيشتها، صعبة الخامة، يعني لا مفروشة ومشققة ومهرهرة، والمي جاي يطب علينا، وماكو معاناة، يعني ماكو دعم للخيم خالصين، يعني ما حد يدعمنا، يعني قاعدين بهطيانة وبهالوحل، ورحنا للبيت نخاف، أولادنا يخافون، والخامة مشققة وجاي تقع علينا، وبالهوى جاي يقع علينا، ومصاري ما يعطونا، يعني من هذا الباب. والله احنا صارنا تقريبا 4 سنوات منطقة أريحة ساكنين والله، مستقرين ومرتاحين. بعد الزلزال وضعنا شوية تغير، يعني الدور تصدعت، وهزات الارتدادية يعني أثرت كثير، بعد العوائل تخاف، يعني عندنا عوائل كثير تخاف والله، فسوينا هذا مركز إيواء يعني نبرك به من يصير هزات ارتدادية أو يصير زلزال، أو نسكن بهالمخيم هاي. وضعنا والله العظيم كمنظمات، ما حد زارنا خلاص ابد، ما اجت منظمه سالتنا قالت انتم كعراقيين صاركم وضعكم، ما في اي سؤال. وثانيا احنا ناوي السوريين معانا يعني وحده، يعني معاناتنا وحده، وهي المنطقه منطقه اريحه منطقه يعني منهكه من القصف. قصف كان يعني اكثر منطقه تقريبا بالمحرر بريف ادلب الجنوبي تعرضت للقصف، فالبنايات كلها باثر القصف متاثر كثير. يعني انا عندي البنايه اللي ساكن بها هاني الطابق اللي فوقي مهدود، والبنايه اللي جنبي مهدوده ماكله براميل يعني عليها ضربات، فبالزلزال تاثرت بنايتنا تقريبا 60% من البنايه. فمن سكننا بهذا المخيم والله صارت معاناتنا يعني وحياتنا جدا صعبه، الحمد لله على كل حال، فجينا سكننا بهالمخيم والحمد لله على كل حال. طيب اليوم مع الحديث عن امراض الكوليرا مثلا، في مي نظيفه هون، دورات مياه صحيه؟ والله احنا يعني المخيم ما في لا دورات مياه ولا صحيات ولا في خزانات مي، يعني عندنا بدونات صغار نمشي حالنا بها، بس والله ما حد يعني جاء قال لنا في يعني خزانات مياه او انطونا اي صحيات او كرفانات، ما جانا اي دعم. في تخوف من انتشار مرض؟ في والله في تخوف من انتشار مرض والله، لان البيئه مو نظيفه هنا هاي المنطقه، يعني ما لقينا غيرها، وين نروح؟ شوي قريبه على مناطق دورنا يعني وعلى اعمالنا، فنروح ونرجع عليها، من نسمع شيء زلزال شيء ارتداديا نجي على هذا المخيم. ايش الناس تشتغل هون؟ كيف تعيش؟ والله انا اقول لك شلون تعيش العالم يعني اللي يشتغل بسوق الهالي يطلع له شيء 50 ليره 40 ليره 25 ليره يقضي مصروفه بالنهار. وهنا المنطقه شويه يعني شلون تقول، احنا قلت اخواننا السوريين درويشه، اجاراتها بسيطه يعني، ومنطقه قريبه على النظام، فما فيها الكثافه السكانيه، عرفت شلون؟ فالعوائل العراقيه الافقر شيء اسكنت بمنطقه اريحه، يعني اكثر فقرا، يعني ما عندها دعم، ما عندها يعني ما يجيها دعم من قاربها، ما يجيها حوالات، هاي تفقد بهالمنطقه هاي، لان اجاراتها رخيصه وكثافه السكانيه قليله بيها. فالناس لقت هاي المكان اوت به احسن يعني مكان من غيره. Thank you.
اسمك؟ اسمي عبيدة. عبيدة، أنت نازح من العراق لهون؟ نعم، أي نازح. من وين أنت؟ من وين؟ عراقي. إيش تعرف عن العراق؟ ما أعرف عنه شيء، قد ما ولدها. أبداً؟ أبداً. بس بالاسم؟ إيه. أهلك بيحكوا لك عن البلد، بيحكوا لك عن جمال البلد؟ إيه. بس ما أتذكر، ما كانت ولدان فيه. انت ولدت هون؟ ايه. احكي لنا شيء على العراق. شي احكي لك يعني ما اذكر بيه. ما بتذكر العراق؟ ما اتذكر. لا انت كمان هون ما قدرت تدرس بسوريا؟ لا جاي ادرس هسه يعني صف سادس. صف سادس. مش حالي يعني حتى على اللهجه يعني ما افتهم حاليهم. تواجه مشكله باللهجه ولازم تكون هلا صف تاسع وحاليا عم تدرس سادس؟ ايه. يعني هيك ضاعت 3 سنوات. ايه والله. بتعرف انت يعني تهجير وهاي ما الحمد لله رب العالمين على كل حال. انا عمري 11 سنه، صار لنا هون بسوريا 5 سنوات ووضعنا سيء كثير. ماما ما بتشتغل وبابا معاق. بتروح على المدرسة؟ شلون أمورك هون بالدب؟ منيحة. شو بتتذكر من العراق؟ ما بتذكر شيء. بتتمنى ترجع للعراق؟ لأن هونيك بالعراق حالتنا منيحة بتصير، بس هون ما في شيء، ما في شغل هون لنشتغل، والبابا ما بيحسن يشتغل ليجيب لنا أكل. شلون عندك رفقات سورية؟ شلون معاملة رفقاتك السورية؟ بتحبيهم ولا لا؟ حبهم. معاناة العراقيين بعد الزلزال هي الأضرار المادية أولاً. يعني الناس أكل الأغلبية البيوت تصدعت وسكنت الخيم. يعني هسه نادرا اللي يبات يقدر او يقدر يبات ببيته. ليش؟ لانه معرضين. يعني صارت الهزات الارتداديه تخوف اكثر من الزلزال الاصلي. ليش؟ بسبب التصدعات اللي صارت بالبيوت. وتعرف انت هنا المنطقه يعني لا هي ما محسوبه على مخيمات حتى يتم دعمها بالكامل. يعني هاي الخيم اللي اذا تشوفها اغلبها اشتريناها على حسابنا. ليش؟ لانه ما مشموله ضمن لا هي من ضمن المناطق المتضرره بالكامل حتى تتجه عليها المنظمات والدعم يصير مباشر لها، ولا هي ما متضرره. طب ليش فضلتوا انكم تقعدوا هون؟ مو قلت لك يعني بيوتنا قريبه وماكو اراضي فارغه هنا بهاي المنطقه، بس يعني هاي يعني كمنطقه صارت بها عده مخيمات. اللي متمكن وقدر يشتري له خيمه يأوي بها بالليل. تخوفين من قدوم رمضان وانتم بالخيمة؟ أكيد الوضع بالخيم مأساوي وهذا معروف. يعني هو هذا الجو احنا بشتاء، لو بالصيف نص مصيبة يصير أهون شوي. ووضع رمضان يعني تعرف الوضع بصورة عامة يصير تعب. ورمضان هو خير وبركة إن شاء الله. والله بالحقيقة يعني احنا قبل الزلزال يعني تختلف عن بعد الزلزال. بعد الزلزال والله العظيم تأذينا ويعني عوائلنا قامت تخاف من الزلزال، والحقيقة يعني الهزات هاي الارتدادية حيل خوفت العوائل. فلذلك احنا قمنا يعني بإيواء يعني مخيم، اشترينا خيم على حسابنا الخاص وجبنا خيم ونصبناها ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. وكنا عوائلان عندي 12 نفر يعني عندي عائلة كبيرة جدا وأمطار وشوفوا يعني عواصف والله العظيم تأذينا، والحمد لله على كل حال يعني الحمد لله على كل حال. بس حتى بيتي تأذى، جبت ولد مهندسين علي من
يعني ننقذ البجوني على بيتي، قالوا 50% متضرر يعني كله مشقق، حتى خزان مي سبحان الله يعني شقق، والحمد لله على كل حال. يعني في خوف انك ترجع للبيت؟ اي والله في خوف، في خوفي والله في خوف ما اقدر ارجع البيت، ارجع يعني ارجع اكمل شغلي وارجع للخيمه وهكذا. طيب ايش ناس تحتاج هون بالمخيم؟ والله ما بي اي شيء يعني، يعني شوف انت المخيم ما بي اي شيء، لا خزانه مي، لا بي مثلا يجيبون خبز، لا يجيبون اي شيء يعني، حيل حيل يعني مجرد بس نبرك بين بات ونرجع للبيت ونخاف من البيت وهكذا، يعني ما ماكو مساعده، اي منظمه ما جتنا واي واحد ما جاء علينا، يعني احنا فاقدين المنظمات حقيقه يعني بهذا المركز ايواء، يعني فاقدين منظمات ابدا ما تجينا منظمات. طيب ايش الحلول برايك؟ والله الحلول برايي يعني تجي منظمات تسوي خزانات، يعني تنطي غذائيه لهي العوائل الضخمه، يعني تجيب خيم تنطي مانطه، حتى الخيم احنا اشتريناها. فلذلك يعني نريد يعني المنظمات الانسانيه تقوم بعملها يعني، واحنا منطقه صحيحه اريحه ما تاذت بالزلزال، بنايه او بنايتين او ثلاثه وقعت، بس البيوت كلها مشققه، كلها يعني قديمه جدا. ويعني متضررة جدا يعني، هاي البنايات كلها قديمة يعني بالسبعينات والستينات مبنية وتأثرت من الزلزال وشققت كلها. فلذلك نريد يعني موقف المنظمات الإنسانية والناس يعني شوية يعني تدير بالها على هذا مركز إيواء، وخمس مراكز إيواء أكو بأريحة، والعراقيين والله متأذين كلهم والحمد لله على كل حال يعني.